عشان بس اختصر، لو ترجع فيك آلة الزمن تسوي اللي سويته بقول لا بروح ادق على 50، لكن انا ما ادق لاني لو بدق على 50 اخواني خلاص اشوفهم بالقاعة. بس لو ترجع فيني آلة الزمن لا والله بدق على 50 واللي بقيه حيار، فلما يكون اقصاء قد يكون يعني نالني بالشارع ما نالني، ما عندي مشكلة واتفهم وجهة النظر، لكن ابدا والله ما كان اقصاء. كون ان حطينا لجان او مقاعد في كل اللجان بالاستثناء فاضيه، وكنت اتوقع تقديرا مني ان الاخوه راح ينسخون نوم، يعني يا جماعه احنا نعرف الشغل التنظيمي نعرفه يعني منظمين فيقدرون يبون امورهم، فهذا كان اجتهادي، هو اجتهاده الشخصيه، وانا بالنهايه فرد اصيب واخطا، وانا اقول لكم والله اخواني لا مو احنا اللي نقصيكم العين والراس، وانا محمود قدام اخواني اللي جاء اليوم بالليل تصور وكلها فيها بيكن.